عياد بون، معناتها انت اليوم ما حملتش سليم شيبوب مسؤوليه انه قصلك مسيرتك او وقف لك مسيرتك او بريسك حتمك كرويا، مش هو المسؤول. قلت عيادي الحمروني فلته نادره، نبوغ كروي خارق للعاده، اسطوره لا تتكرر. مش ديما نجيبوا جوار عنده اليسار نتاعك وعنده الموهبه نتاعك، مش ديما تونس ما تنجمش ديما تجيب جوار من الطينه نتاعك فجاه يخرج من الباب الصغير، فجاه غير متوقع الخروج نتاعك. ضحيت شكون مال عيادي الحمروني؟ شكون اللي قهره؟ علاش خرج؟ شنو هي الظروف اللي ساهمت في خروجه بالطريقه هذيك الصغيره ياسر اللي اقل من اللي يستحق؟ قوه قاهره والا ارادتك انت والا انت المسؤول على هذا؟ بون ما نجمش نحطوها كليك في مسؤولين. بون يمكن المسؤولين وقت اللي انا كنت صغير وقت اللي جيت يعني للترجي ما فماش شكون باش ياثرك، انت جاي من بلاد صغيره فهمتني كل شيء واحد وجاي للعاصمه باش تلعب هنا تلقى روحك فجاه نجم كل شيء واحد. نورمالمون فما شكون ياثرك كل شيء واحد. بون مش كل المسؤولين هما السبب، حتى جوار زاد ساعات يخرج شويه على فهمتني، يمكن التاثير ما لقيناش تاثير باهي في المسير نتاعنا احنا فهمتني، هذاك علاش فهمتني. بون ما نحملش المسؤوليه حتى حد، يمكن غلطي انا ما طلبتش انا بحقوقي، ما طلبتش فهمتني، ما نحمل المسؤوليه حتى لحد. وديما كان الكوره يعني اسمعني، يعني حقوق ما طلبتش حقوق بالطبيعه. وقت اللي تجي تلعب انت مع فريق كبير اي كان راهو كيما نجم كيما الاتوال وكل شيء واحد وتاخذ سالير فهمتني، وما عندكش لا بريم سيناتير ما عندك حد شيء فهمتني تسمى ما طلبش حقوقك فهمتني. انت سكت انت كنت تخاف من سليم شيبوب؟ كنت تخاف؟ شكون ما كانش ما يخافش؟ الناس الكل كانت تخاف من سليم، شكون كان ما يخافش؟ ما تنجمش تتجرأ، ما تنجمش تتجرأ ولا تطلب زياده ولا تطلب حقك اللي قرروا تاخذوا. هذاك هو صحيح. كانت 350 تعتبرها دينار في الشهر، كانت حاجه معناها اقل من اللي تستحق، سالير ظالم معناها. شوف بارابور اللي بون هذاك سالير كنت تنجم انت ترفض ولا لا فهمتني؟ من الوقت هذاك ما تنجمش ترفض وقتها فهمتني؟ مي فما ظروف اخرى صايره فهمتني، صايره اللي هي اش عندك عائلتك وراك فهمتني؟ صحيح. عندك برشا حاجات، عندك برشا التزامات، عندك الكلام تاعك فهمتني؟ وجبت عائلتك معك من وذرف. ومن وذرف لهنا تلزمك تلاها بهم فهمتني؟ يعني السالير هذاك ما نجمش يكون كافي فهمتني؟ ما تكلمتش. ما تنجمش تتكلم ديما عليك. انا في الوقت هذاك ديما نقول شكون قال تتكلم باش اسمعني اسمعني شوف الريضه هذيك ما تنجمش تتكلم، اما كل عام نقول هاو العام الجاي باش نخرج، هاو العام اللي بعده هاو العام اللي بعده، لين تلقى روحك سي كملت الكوره فهمتني؟ صحيح. وزيد الاصابات زاد منعتني شويه فهمتني؟ يعني عندي برشا اصابات كنت الاصابات خايبه برشا. شنو اللي عادي شنو اللي كان ممكن تتفاداه وتتجنبه باش تستمر؟ خير من هكاكة باش تقعد واقف كجوار بدنيا جسديا لجيان متاعك، شنو اللي كان في لحظة صراحة تقول أنا حقي ما عملتش هكا، ما مشيتش في الثنية هذه، حاجات ندمت عليهم معناه؟ بصراحة نحكي بصراحة والله والله صراحة وكل شيء واحد كل. راني ما ندمت على شيء فهمتني، حتى على شيء، خاطر ما مشيتش في طريق خايب ولا حاجة فهمتني؟ نوعا ما عيد نوعا ما اي نوعا ما الناس الكليكة الناس الخلطة شوية، الأصدقاء، الخروج، السهريات، النجومية النجومية ضيعتك شوية. يمكن وصغر زاده فهمتني، يمكن يكون فهمتني هذاك هو فهمتني. احنا شوف الملعبيه راهو كيف نبداو المسيره نتاعنا راهي نسخلوها المسيره تكون مش تكون كبيره فهمتني. هي ما تعرفش هي صغيره برشا، الفريق نتاعها صغيره برشا، عمر الجوار صغير راهو كل عام يتعدى تقول في لحظه فهمتني. ما تنجمش يعني تتحكم انت في ولكن عيادي فما شكون يقول انت تتحمل جزء كبير من المسؤوليه نتاع كومون جيري المسيره نتاعك وحياتك الجديده ونجوميتك وشهرتك وشعبيتك وبدنك وحياتك وليجيان نتاعك، انت مسؤول على هذا. شكون قال لك انا ما تحملش مسؤوليه؟ خاطر انت قلت لي لا تحمل مسؤوليه. مانيش نادم زاد. اي مانيش نادم. هو هذه فتره وتعدات. باهي خلينا نشوف. الحمد لله تو فتره وتعدات.